بكم من جديد. حنتابع الآن تقرير تويتر والهاشتاج اللي اخترناه لليوم واللي هو من أكثر الهاشتاجات اللي عاملة جدل كبير في تويتر. خلينا نتابع هاشتاج اليوم: ماراثون جامعة نورة، الذي أثار جدل في تويتر حول موضوع ممارسة الفتيات للرياضة بعد تداول خبر الماراثون الذي أطلقته جامعة نورة تحت عنوان معا لصحة أفضل، وهو موجه لطالبات الجامعة ومقام في مكان مغلق ومخصص للنساء. فتقول وفاء الحربي معلقة: طالما أنه بالجامعة وبين البنات وما في اختلاط إيش فيها؟ وتضيف ميم: فضحتونا، ماراثون بجامعة بنات وكل اللي فيه بنات، وين الفتنة والفساد؟ ولم يتوقف الجدل عند هذا الهاشتاغ فقط، فشهدت ساحة تويتر غضبا أكبر بعد أن تم تسريب صور لفتيات أثناء الماراثون، حيث قامت الطالبة ملاك القحطاني بتسريب بعض الصور عبر تويتر لتعلو الأصوات بضرورة معاقبتها ومعاقبة الشيخ محمد الشنار الذي ساهم في نشرها. فنشط هاشتاغ الشنار ينشر صور طالبات جامعة في ظل استياء شديد من تهاون إدارة الجامعة في مثل هذه الأنشطة. فغردت دايم الفيصل قائلة: عالم متناقضة تدعي الدين وتنصح وتنشر صور بنات الجامعة، أي عقول تملكون وكيف تفكرون؟ الله لن يضيع حقهن. وقالت أندروماخي: شفت بنات يتسابقون ويلعبون وما فهمت مصورينهم ليش، مفروض يقبض على ملاك القحطاني والشنار، هذا هتك عورات. وقالت جيهان أحمد: هذه هي اللي نشرت الصورة، يجب على الجامعة تقوم بتطبيق لائحة العقوبات عليها فعلا. للحديث عن الموضوع بينضم معنا عبر الهاتف الأكاديمي والإعلامي الدكتور خالد باطرفي. أهلا فيك دكتور خالد، مساء الخير. أهلا، مساء النور. دكتور خالد، يعني موضوع عامل بلبلة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا بصراحة ماني عارفة إيش المشكلة في أنه فتيات يمارسوا الرياضة في الجامعة في مكان منفصل عن الرجال، ما في اختلاط، بكام يعني لبسهم محتشم ورياضة. إحنا عندنا نسبة بدانة عالية في السعودية بشكل كبير، يعني من الدول اللي فيها نسبة عالية، إذا ما حيمارسوا الرياضة في داخل جامعة كلها نساء، يعني وين المشكلة بالضبط برأيك؟ هي المشكلة أساسا في عقول هؤلاء، هؤلاء عندهم مشكلة مع خروج المرأة من البيت أصلا، يعني هو يرى أن المكان المرأة هو البيت فقط. نعم. يعني هو معترض أصلا على خروجها سواء للجامعة أو خروجها للعمل أو خروجها لأي شيء آخر. أنت تعرف الآن هناك من يعترض على الرياضة النسائية في المدارس، فإيش المشكلة إنه طالبات المدارس مثلا يكون في عندهم صالات للرياضة؟ نعم. هناك من يرى أن هذا خطأ وأن هذا خطر على المرأة وأن هذا قد يعرضها لماذا يا أخي؟ يقول لك لا، يعرضها للمخاطر ويعرضها. فهناك عقليات لا ترى أن المرأة حتى يجب أن تتعلم أساسا بعد الابتدائية أو بعد المتوسطة، وهناك المتطور منهم يعني يرى أنه الثانوية هي أقصى مدى يمكن أن تصل إليه الفتاة السعودية، وهؤلاء ماذا تصنع معهم؟ يعني مشكلة. بس يعني يا دكتور خالد، جامعة نورة كانت هناك مشكلة كبيرة قبل فترة. لماذا؟ لأن هناك في كلية الطب يا للكارثة، دخل رجل طبيب عالمي كبير في السن فوق 60 ودرس الطالبات في المختبر. نعم. يعني كارثة. كيف يمكن دخل رجال على نسائنا على أعراضنا؟ يا للفضيحة يا للكارثة. يا أخي اللي عنده يعني مشكلة أن يختلط نساؤه أو بناته مع أطباء، فلماذا يدخلهم كلية الطب أساسا؟ في النهاية هذه البنت حتتخرج طبيبة. نعم، يعني وحيكون عملها في اختلاط مع الرجل، والمريض حيكون رجل، والممرضين والمدراء، يعني كل المسؤولين في المستشفى نسبة كبيرة منهم رجال. دكتور خالد، أنا عندي بس استفسار آخر برأيك، يعني التصرف اللي عمله النشار وعفوا الشنار
وسيدة ملاك أو السيدة الأخرى مع ملاك القحطاني لما صوروا الفيديو ونشروه، هل فعلا في دلالات بتثبت أنه هم اللي نشروا هذا الفيديو؟ وبرأيك ما إذا كان فعلا هم اللي نشروا هذا الفيديو، مو المفروض يكون في عقوبات عليهم؟ يعني فضحوا بنات الناس وصوروهم. هنا الكارثة. يعني إذا كان هم يدعوا أنهم هم فعلوا ذلك باسم الإسلام وباسم الحرص على المرأة السعودية، فكيف يعني يتفق ذلك مع فضح عرض المرأة السعودية؟ كيف يقولون أنهم يحرصون على ستر المرأة السعودية؟ وهذه والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، وهذه الفتاة تجسست وليس تجسسا فقط، فضحوا أعراض الناس. نعم صورت، دخلت بالكاميرا، لعلمك كاميرا الجوال ممنوعة، نعم دخلت بكاميرا الجوال وهتكت ستر أعراض النساء، والأخ هذا تآمر معها على المنكر وفضحهم في الإنترنت وهتكوا ستر أعراض النساء. طيب دكتور خالد، أنهم هم حريصين على ستر أعراض النساء. نعم نعم دكتور خالد، يعني في مطالبات من كل مكان انه المراه تمارس الرياضه لانه في سمنه، بعدين يجوا الرجال يقولوا بعض السيدات عندهم سمنه وصحتهم وسكر وامراض، فالمكان المناسب الاماكن ما تكون مختلطه يمارسوا فيها الرياضه. وهؤلاء اذا كان فعلا هم اللي صوروا هذا الفيديو زي ما نشروا كلهم اكدوا يعني انه فعلا هم اللي صوروه كرجل دين يعني وبيصور هذه الامور عشان يعني، وبالعكس حتى بيهاجم الجامعه، انا ماني عارف على اي اساس بيهاجم الجامعه، ما تعتقد انه في بعض رجال الدين يحترموا جدا وفي بعض الرجال الآخرين بيتصرفوا بطريقة أحيانا كل صغيرة وكبيرة بيفتوا فيها فتاوي أحيانا ما أنزل الله بها من سلطان، طريقتهم في التعامل مع الأمور بطريقة زي هذه، يعني هاتك عمل جريمة أكبر، هي ما كان في جريمة بس عمل جريمة كبيرة باسم الدين، فكيف الناس ممكن يعني تصير تفرق بين الرجل الدين اللي فعلا يعني مطلع مثقف حابب مصلحة المجتمع وبين الرجل الدين اللي يعني بيسيء للمجتمع وبيفضح بنات الناس؟ يعني اولا ما في شيء عندنا في الاسلام اسمه رجل دين، هؤلاء يعني هم من الدعاء. ثانيا ان هناك امر ملكي صريح بان الافتاء محصور في هيئه كبار العلماء والجهات الرسميه المعتد بها في الافتاء، فهؤلاء يخالفون النظام الموضوع بمنع الافتاء. هؤلاء من طلب ما يسمون أنفسهم بطلبة العلم، وطالب العلم هم أي إنسان يطلب العلم الشرعي يعني يمكن أن يسمى طلبة العلم، فليس لهم أفضلية على أي إنسان آخر. أي أحد منا يطلب العلم الشرعي يسمى طالب العلم، وأي أحد يدعو إلى شرع الله أو يدعو إلى الخير أو يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو داعية، فهم ليس لهم أي أفضلية علينا، والمظهر لا يميزهم. أي إنسان يمكن أن يطلق لحيته أو يقصر ثوبه ويعني يسمي نفسه شيخ. هذه على فكرة الآن وزارة الإعلام وزعت تعميم صريح يمنع الصحف ووسائل الإعلام أن تعطي لقب الشيخ إلا لأناس معينين، يعني تبعا لمستوى معين، يعني مش أي شخص يعني. نعم، فالعملية أصبحت في الماضي فوضى، يعني أي واحد يسمي نفسه شيخ وخلاص يعني. صحيح. فهؤلاء لا يستحقون حتى هذه الألقاب ويعطوها لأنفسهم ويعطوا لأنفسهم حق الإفتاء، وهذه كلها أشياء مخالفة لقوانين صحيحة مشتتة للمجتمع. دكتور خالد باطرفي، احنا بنشكرك جدا على هذه المداخلة في برنامج سيدتي، بصراحة شرفتنا وان شاء الله تكون معنا في مواضيع اخرى. شكرا للكاتب والاعلامي الاكاديمي عفوا والكاتب خالد باطرفي. مشاهدينا سيدتي مستمر بعد هذا الفاصل القصير، فضلا لا امرا ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل نداء عاجل للسيدات، التغلب على هوسكن بالأحذية الأنيقة أصبح ضرورة صحية.